تابع لقطات من حفل تتويج منتخبنا الوطني وهو بطلا لكأس الخليج 25. مع جائزة هداف البطولة أيمن حسين. يسلمه الجائزة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. مبروك لأيمن حسين حارس المنتخب العماني إبراهيم المخيني. يسلمه الجائزة الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. إبراهيم بايش دولة السيد محمد شجاع السوداني رئيس مجلس الوزراء بتتويج بطل النسخة 25 للمرة الرابعة في تاريخه منتخب العراق في المركز الأول. منتخب العراق في كأس البطولة